شخصية اللي انت يعني حبيتها قوي وتعبتك قوي؟ هو الحقيقة طبيعة الشغل أحيانا بتبقى بتستدعي إنك أنت مثلا، أنا ما بحبش أشتغل كتير طول اليوم، هم 8 ساعات اللي بحب أشتغل. ساعات بيبقى في بواقي بقى لازم تخلصيه عشان ما تجيش تاني يوم تعملي نفس الراكور نفس الحاجات دي. العلقة اللي أنا أكلتها في الفيلم بتاع أنا ويسرى بتاع اللي هو بتاع الأستاذ وحيد حامد المنسي، ده كان شغلانه. انا كنت بروح البيت بقول كان محمد يقول لي مالك يا بابا في ايه، كان يجي يعني كان خايف عليا يعني. بس انتوا ما بتضربوش بصحيح في الافلام، بس انت بتقومي وبتقعي وبتتخبطي وشغلانه يعني، مش الدوبلير ده بيجي في الحاجات اللي يعني النطه من فوق جبل من فوق بتاع من فوق حاجات من دي يعني. فاكر أول علقة في حياتك بجد؟ خناقة، مش علقة، خناقة أنت وقفت كده ودخلت في صدر جامد، لازم تحكيها لنا. لا دي شغلانات بقى وأنت شغلانات. صغير؟ لا والله أول خناقة. لا دي مش خناقة ولا بتاع يعني، ويا كنت عايز تثبت فيها في المدرسة بقى. وبعدين واحد من الشلة اتضرب، فاحنا بقى قلنا لا لازم نروح ناخد بحق الواد. شارع ورا المدرسه في عجلاتي ده هو اللي يتخانق مع الطالب بتاع زوغنا، نروح ناخد حق الواد، ناخد حق صاحبنا. ايوه، وكل واحد بقى جايب مسطره جايب برجل جايب مش عارف ايه، يعني العيال جامدين قوي. فزوغنا من المدرسه ورايحين بقى في الشارع، شارع ضيق كده ورا المدرسه. قلت له فين اللي عمل فيك كده؟ قال لي ده واحد لابس ستره كده وحافي. قلت له تعاد هنا. قال لي الواد قال لي الواد امشي يا ابني كذا وكذا وكذا. ابتدى يشتمنا شتيمه يعني لا تغتفر، وهزقنا يعني. قلت له تعاد هنا بدل ما نيجي نقطعك يا ابني كذا. قال يلا يا ابني كذا من هنا، وجاب اسامي بقى امنا والبتاع والبلاء والزرقاء. وراح قايم راح قالع الجاكيت وراح قالع البنطلون، فجأة لقينا واحد قدامنا ملط. فاحنا كلنا وقعدنا نبص له يعني، قعدنا نبص للراجل ده فوق وتحت وكسفنا، جينا نتخانق لقينا واحد قال علينا ملط، وراح مطلع بتاع موس من جيبه كده وطخ طخ طخ طخ. فين؟ في وشه هو وفي جسمه. في نفسه؟ قلت له الله، اذا كان بيعمل في نفسه كده هيعمل فينا ايه؟ طيران.